The skin covers the entire surface of the human body. البشرة تغطي كامل سطح جسم الإنسان. In an adult, the skin has a surface area about 1.8 square meters. في البالغين، البشرة تمتلك مساحة سطحية حوالي 1.8 متر مربع. The skin is sometimes called the cutaneous membrane, الغشاء الجلدي, or the integument, اللي هو الجلد, because the skin has several accessory organs. لأن السكين لديها العديد من الأعضاء الملحقة. It is also possible to speak of the integumentary system. بالإمكان أيضا أن نسمي الانتيجومنتري سيستم بدل ما نسمي موضوعنا السكين. The skin is divided into three parts: the superficial parts, epiderms, the deep parts, the derms, the hypoderms. لو نشوف هذا الرسم، فهذه هي الإبيديرم اللي هي الطبقة السطحية، والدامس اللي هي الطبقة العميقة هذه هي، والهايبودامس اللي هي الطبقة الجلدية subcutaneous layer. نبدأ بأول طبقة اللي هي الإبيديرمس. is a stratified epithelium whose cells become flattened as they mature and rise to the surface. هي عبارة عن طبقة ظهارية والتي خلاياها تصبح مسطحة عند النضوج وعندما ترتفع إلى السطح. يعني عندما تنضج هالخلايا وترتفع إلى السطح تصبح خلاياها مسطحة. On the palms and hands, on the palms of the hands and the soles of the feet, the epiderms is extremely thick. في راحة اليد وفي كعب الرجلين الإبيديرم الطبقة الظهارية من البشرة تصبح سميكة. To withstand the wear and tear that occur in these regions. وذلك لمقاومة وتجنب التعب والإعياء والجهد الذي يسلط على تلك المنطقة. In other areas of the body, for example, on the anterior surface of the arm and forearm, it is thin. في المناطق الأخرى، على سبيل المثال، السطح الأمامي من الأرم والفورم من الذراع والساعد تصبح هذه المنطقة رقيقة. The epiderm, the outermost layer of the skin, provides a waterproof barrier and creates our skin tone. الإبيديرم هي الطبقة الخارجية من الجلد والتي تشكل حاجز مقاوم للماء وكذلك تشكل طبقة البشرة. بينما الدرمس الأدمة beneath the epiderm تقع بالعمق بالنسبة للإبيديرم. contains tough connective tissues تحتوي على أنسجة رابطة قوية. hair follicles بصيلات الشعر and sweat gland والغدد العرقية. The deeper subcutaneous tissue اللي هي hypoderms is made up of fat and connective tissues. الطبقة الثالثة اللي هي hypoderm تتكون من دهون وأنسجة رابطة. The derms is composed of dense connective tissues containing many blood vessels, lymphatic vessels and nerves. هي تتكون من أنسجة رابطة تحتوي على العديد من الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والأعصاب. It shows considerable variation in thickness in different parts of the body, tending to be thinner on the interior than on the posterior surface. هي تظهر اختلاف واضح في السمك باختلاف المناطق المختلفة في الجسم، بمعنى أنها تكون في السطوح الأمامية أنحف من السطوح الخلفية. It is thinner in women than in men. تكون عند النساء أنحف وأرق من عند الرجال. The derms of the skin is connected to the underlying deep fascia or bones by a superficial fascia, otherwise known as subcutaneous tissues. The derms ترتبط مع deep fascia والsuperficial fascia وأيضا تسمى بالsubcutaneous tissues اللي هي الأنسجة الجلدية. The skin over joints always falls in some places. The skin creases. As he states, the skin is thinner than elsewhere and is firmly adhered to underlying structure by strong bands of fibrous tissues. الجلد الذي يغطي المفاصل في هذه الأماكن ينطوي عدة مرات في نفس المكان اللي هو يكون تجاعيد الجلد. في هذه المناطق طبقة الجلد تكون رقيقة جدا أكثر من أي مكان آخر، وبالتالي يتم تقييده بشكل محكم، يعني جعله متماسك عن طريق التراكيب الموجودة تحته، بحيث أنها تحتوي على حزم قوية
من الأنسجة الليفية. The appendages of the skin are the nail, hair follicles, sebaceous gland, and sweat gland. زوائد أو ملحقات السكين هي نايل أظافر, hair follicles بصيلات الشعر, sebaceous gland الغدد الدهنية أو الفات, وسويت جلاند اللي هي غدد العرقية. لو نجي نشوف هذا الرسم, فهذه هي الهير فوليكاس بصيلة الشعر واضحة هنا, وهنا موجودة السويت جلاند الغدد الدهنية, وهنا موجودة السويت جلاند الغدد العرقية, وهذه هي الفات. The nail are keratinous, the plates on the dorsal surfaces of the tips of the fingers and toes. الأظافر هي عبارة عن طبقات بلاتينية على السطوح الظاهرية من نهايات أصابع اليد والقدم. Hairs are distributed in various numbers over the whole surface of the body, except الشعر متوزع بأعداد مختلفة على طول سطح الجسم, ما عدا on the lips على الشفتين, the palms of the hand with the sides of the finger على راحة اليد, وكذلك في جوانب الأصابع, the soles and sides of feet and the sides of the toes, في الكعب وفي جوانب القدم وجوانب أصابع القدم. The main functions of the skin include, الوظائف الرئيسية للسكين تتضمن, أولا protection of the human body, حماية جسم الإنسان, ثانيا sensation, الإحساس, transmitting to the brain information about surroundings, نقل معلومات عن ما يحيط بنا إلى الدماغ, temperature regulation, تنظيم درجة الحرارة, immunity, المناعة, the role of the skin with the immune system, أي دور الجلد في جهاز المناعة, enables movement and growth without injury, يسمح بالحركة والنمو بدون exocrine from the body of certain type of waste materials, إفراز أو إخراج من الجسم أنواع معينة من مواد الفضلات. Endocrine function, for example, vitamin D.